هاد مو حلو هون أبدا، وهاد لهون تمام. خلي وشك على الباب لحتى تولي بتشوفك. جوري، إلي ساعة عم دور عليكي مشان تجي تساعديني، أنت شو عم تعملي عندك؟ طوليب خانم جاي ورتبت الغرفة. أنا كل يوم بنظفها وبرتبها. من اليوم ورايح ما بدي أشوفك بهالغرفة أبداً. وإذا بدك تشتغلي جيبي الورد. بس طوليب خانم جاي وأنا لازم أستقبلها، ما حضرت الجنازة من كتر الشغل وما عزيت، عن جد عيب. وهي أساس كتير عتبانة عليكي. الأوركيد جاهز، جيبي من المحل. الأوركيد صار بكل البيت، منجيب غير شي. جوري، اعملي اللي بقوله بس. تمام. خبري أبوكي إنه العالم بلشت تجي لتعزي، يهتم بالسيارات. حاضر يا خانم. أيي على مهلك يا بنت، هلا بتوقعي. اجت توليب خانو؟ عم بيقولوا راحت على بروفة عرض ازياء بعد الجنازة. شو هالحكي، عيب عليكم. بابا انا رايحة على محل الورد، خالدة خانم قالت لي خبري ابوك يهتم بسيارات العالم اللي رح تجي مشان تعزي. اختي ليش عم تحمليها؟ مو شايفه بطنك لحلقك؟ هلا بتشيلها سيلين. ايه يلا حبيبتي خديها. ايه بس انا عندي درس كتير، من الصبح عم اشتغل وما هديت. من هلا عم قلكن ما رح ساعدكن بشي جوا، ماشي؟ سيلين ولا صوت، ويلا اشتغلي. يا الله جيبي الصحون وتعي. اخ وجعني ظهري والله، عن جد انا ماني عم صدق. يلا كانه انتو اول مره بتخدموا بهالقصر هون، عم تنقوا من كتر الشغل مع اني اشتغلت اكثر منكم. شوفي حالتي وما طلع مني ولا كلمه وحده. يا الله منك، يعني هالاكل كله ما له داعي. الاغنياء شو بيفهمون بعاداتنا؟ اكيد على ريجيم كل حياته. يقول لعيب هالحكي، اسكتي بس. نحن لازم نعمل واجبنا تجاه انور بيك وما نقصر بشي. لا تنسي انه لحم كتافنا من خيره، الله يرحمه. جيت عمو يعطيك العافيه. اهلين بنتي جوري، انا جهزت لك الوردات، تعي خديهن. لا رح اخذ من هي. بس جماعة هالقصر دائما بيطلبوا الاوركيد. اي مو مهم هالشي، انا بدي اخذ من هدول هلا، رح يعجبوها لطوليب خانم كتير. يا اهلين. اهلا وسهلا توليب خانم. ايوه شرفت الخانم على البيت، قديش شايفه حالها؟ عمة حضرتك استقبلت اللي جايين يعزوا بالصالون وسالت عنك كثير. عمر بيك اجا خالده؟ لا، ليش هو جاي لهون؟ اطلعي على لبسه اختي، كل معاشاتنا ما بتشتري. تقولي كانها جايه من عرض ازياء. طبعا لما هي ما بتبكي وبتتاثر بجنازه ابوها، مكياجها ما رح ينتزع للخانم. حتى إذا بكيت ما بينتزع. وما تحكي عن توليب خانم هيك، وإلا رح تعلقي بلسان جوري. يه كأنه ما كان ناقصني غيرك أنتي. جوري بتدافع عنا وأنتي بتدافع عن أختك. خلصنا بقى يا بنات، بلخناء هلأ. آه بتحسي الجنازة لحدا من قرايبيننا، والله رح أموت. وحضرتك هربتي بحجة الورد وتركتي الشغل كله علي ست جوري. you
جوري ليكي بشو عم فكر؟ انه انور بيك عن جد طلع زلمه مسكين، ما شفتي؟ ليكو ابنه ما راح جنازة والبنت بالزور راحت. كرمال الله اختي، عالقليلة اليوم اسكتي. ليش شوفي اليوم بالله؟ مين اللي زعل على موت انور بيك، نحن ولا هنن؟ حتى ما نزلت له دمعة واحدة يا حرام. هداك ابنه المجنون ما طلع من غرفته ابدا، والاميرة اخته ما لمت اسرة بموتة ابوها. لك انتي كيف بتحكي بهالطريقة؟ مين قالك انه طوليب خانم مو متأثرة بموت ابوها؟ لك جوري هي رفيقتك، بجوز بتخاف على مكياجها اكتر من اهلها. سكتي وما بقى تحكي بنوب. اسمعي مني، اوعك تغلطي بحق طوليب خانم والا بتندمي والله. انتي كرمال وحدة مثل هاي عم تهددي اختك مو؟ طوليب خانم ما بتشبه اي حدا، عم نشتغل هون من سنين، احترمي هالشي، عيب عليكي. بدك تعلميني شو العيب بالله؟ روحي تعلمي كيف المفروض تحكي مع اختك. وانتي صار لازم تحترمي حالك. لا عم تسوتي يا كثير، اسمعي مني. لا ليك تسترباية، بدي ربيكي من جديد. انت صار وحدة ما بتحترمي الاكبر منك بنوب. خلاص شو عم يصير؟ شو بكون؟ ولا شي بابا. هالبنت عالمو براسها بابا، بدون سبب شدت لي شعري. لك انتي اللي بلشتي. انا هيك ربيتكن؟ لك ما في احترام انه اليوم في عنا جنازة؟ جوري شو في اختي؟ ما رح اسمح لها هيولا تقلل ادبها مرة تانية ابدا. روحي وقولي لها لا تحكي عن طوليب خانم من ورا ظهرها. طيب هلا فهمت ليش متضايقة. يا حرام انت سبقينا سيلين. شوفي انت معك حق، احيانا يولا لما بتحكي بتزودها، بس موضوع طوليب خانم صاير عندك مثل المرض. هذا ما اسمه مرض. تتذكري وقت امي كانت تقعد وتحكي لنا قصص؟ وقت كانت امي تمرض كنت اهرب لابكي، كنت روح على حديقة القصر مشان ما تشوفني امي عم ابكي وتتضايق بسببي. كنت شوفها لطوليب خانم وهي واقفة على البلكون، كانت بتجنن وكانت بتشبه كتير الاميرات يلي كانت امي بتحكي لي عنه. وبعدين إذا بتتذكري تأزم وضعها، بعد ما نقلوها على المستشفى رحت وقصيتوا لي شعري بعد ما كان طويل لنص ظهري، بس شعرات طوليب خانم كانوا طوال كتير مثل الحرير. وبعدها ما عاد شفت أمي، بس كل ما شوف طوليب خانم بتذكر قصص أمي الحلوة. هي ملاكي، جوري انت كمان ملاكي حبيبتي. تعي لعندي على البيت لنشوف فستان تخرجك. يلا